في يعني قصة جميلة جدا. في فترة الاختبارات كانوا يعطون فرصة يتم إغلاق المقاصف المدرسية، فكان يسمح في هذا الوقت للعاملات والفراشات هذولا إنه اللي تبغى تمارس البيع وتزيد دخلها ممكن. فبالنسبة للوالدة كانت هذه فرصة إنه نزيد دخلنا وإنها تحقق عائد مادي لأولادها وللبيت. فكانت تجيب الفطائر والسندوتشات. فأذكر أنها كانت تشتكي دائما من وجود تعب، وأيضا اختلاط أنه كان المتوفر في هذا الوقت كانت عبارة عن البيبسي والكوكاكولا اللي هي عبارة عن قوارير، فكانوا يأخذونها طبعا الطالبات ويبدأ التجميع لها من الدور الثاني ومن الدور الثالث ومن منطقة تناول الأكل اللي هي الساحة. فابتكرت فكرة لوالدتي، كنت أروح أنا وأخذ صناديق البيبسي بعد ما يعاد تعبئتها من الشركة، وأجيب دهان اللي هو البوية وأبدأ أدهن القارورة من الأسفل بلون، وأنا أذكر اللون إلى الآن كان اللون الأزرق. فكانت تروح تبيع والدتي فترة الصباح، وأجي أنا بعد العصر وأعرف القوارير اللي تخص والدتي عشان نستبدلها من الشركة اللي مدهونة باللون الأزرق هي والدتي. فكنت أشعر بفخر كبير أني ريحت والدتي من العناء ومن الإشكالات اللي تصير في نقص القوارير هذه.